أين الله في حياتك؟ وأنت تسير، أين الله في حياتك؟ واش أمر الله عز وجل إن تعارض؟ علاش سيدنا إبراهيم بلغ درجة الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لما بلغ درجة الخلة؟ قيل بلغ درجة الخلة وهي أعلى درجات المحبة، ويقال الخلة لأن محبة المحبوب تخالل كل ثنايا القلب فلا تترك فيه مكانا إلا وملأته. دشاش في الوضوء كتلقى غسل اليدين وتخليل الأصابع، تدخل الماء فيما بين أصابعك وتغسل البراجم، هذا هو التخليل. ما كتخليش بريصة شي ثانية من الثنايا في جسدك إلا من 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 أعضاء فرائض الوضوء إلا يجب أن يعممها الماء. فسمي الخليل خليلا لأنه لم يبق في قلبه شيء من المحاب يقدم على الله عز وجل كائنا من كان. ولا أبرز على ذلك من قضية الولد الذي جاءه في سن متقدمة، قيل فوق 80، واللي عندهم الأجداد عايشين معهم وتعرفوا يعلمون أن الجد لما كان أبا كان يربي، لكنه لما صار له أحفاد بدأ يحب. الجد في ولاده اللي كيكون أب كيكون يتربي، دير ما ديرش، هز حط، ويكون قاصح شي شوية وكذا، لكن ملي دوك الولاد ديالو كيجيبوا ليه الحفيد، كلكم عشتوا هاد اللحظة هذه، إما أنتم كأحفاد ولا كأباء، كتقول لي أبا علاش ما كنتيش كدير معانا هكا، وأنا ما كتشدو تنقز حنا كنا غير كنعطسو حداك، وعلاش هو سميتو؟ كيقول لك أودي هادي راه الكبدة المعاودة. علاش؟ حيت صافي أدى الذي عليه في التربية فبقيت المحبة. فتخيل معايا السن المتقدم لسيدنا إبراهيم ولم يكن له قبل ذلك ولد، وكان ينتظره، وأتى بمعجزة، وأتى بالظروف التي لا تخفى عليكم. وهذاك الوليد يالله غيبغي يشد بلاصتو في القلب. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لاش لاش زيد ربنا ليقيموا الصلاة. الرزق فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حتى لك الرزق أطلبه للولد وأسأل الله أن يجعله من الشاكرين. أما غير الرزق، الرزق هذا مضمون، طلبتي الله ولا ما طلبتيش، فلان رزقه واصله واصله. أنت طلب الله غير أن يوفقه أن يأتي رزقه من حلال وأن يكون من الشاكرين. وهذاك الوليد من بعد كتبقى غادي، الله قيل أنه كان يأتي لزيارة ولده ربما شوف عدد من المرات في السنة، يعني ما يكونش داك شي زيارة مثلا مكثفة، مرة كذا مرة كذا تيجي تيزور. فالوليد يبان ليه ينشأ ويكبر ويصير الرجل والأب يؤمل في ذلك الولد أنه بغي يدير وبغي يدير وبغي يدير وبغي يدير. فالله عز وجل بيّن أن الغلام قد صار شيئا مفتيا. فلما بلغ معه السعي، يعني صار الغلام يسعى مع أبيه ويخرج معه، هنا كيولي الأب كيبدأ يأمل وكيبدأ يكبر في القلب ديالو المكانة ديال داك الوليد. أجا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، ما قال له يفعل ما بدا لك، الغلام تربى على العقيدة وعلى القيم، صافي فهم أن رؤيا أبيه حق ووحي لأنه نبي. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويؤمر بذبح ولده. الله عز وجل غني عن دم إسماعيل، وغني عن ذبح إبراهيم لولده، بل وغني عن طاعة أهل السماوات والأرض ولو أطاعوه جميعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لكنه يريد سبحانه جل في علاه أن يرى من عبده الامتثال لأمره في أحب أموره إليه. وهنا جاء الترجيح، ومن اللي جاء الترجيح كانت المرجعية والقاعدة اللي قائم عليها معتقد صحيح ومنظومة قيم متناغمة مع المرجعية الإسلامية ديال سيدنا إبراهيم. فقدم أمر الله عز وجل على حبه لولده فاستحق بذلك مرتبة الخلة. وغتقلب في جميع الأمور ديال سيدنا إبراهيم تجده مسارعا في أمر الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا. عرفوا الحنيف بأنه ماشي غير المتبع للحق، لا، المائل عن الباطل. يعني احتمل اللي كتبان لي ريحة الباطل هاتجيه تشد الطريق الأخرى، ما يقولش غادي نشد أنا الطريق الجود والباطل واخا يكون هنا، لا لا لا، المائل عن الباطل المبتعد عنه. فملي الله سبحانه وتعالى في البقرة ديال قبل من وإذ قال ربي إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قبل منها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الله ينورك، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. مباشرة سيدنا إبراهيم المحبة لذريته، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. مزيان؟ مزيان. وشوف معي الامتثال لأمر الله عز وجل بعدها، حيث قال لي لا ينال عهدي الظالمين، يعني الظالمين مستثنين من هذه القضية ديال الإمامة في الدين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، شكون؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لأن الله عز وجل في الإمامة قال لي لا ينالها الظالمون، فسيدنا إبراهيم ولا كيطلب غير الصالحين، بقاش كيطلب الظالمين، امتثال، سرعة الامتثال لله عز وجل. أما في هذه سيدة ربي قال لي الباب مفتوح لكل شيء، قال ومن كفر، وهذا شكون يرزقهم؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.